بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أقدم أحر التعازي بذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نستلهم من هذه الذكرى قيم التضحية، قيم العدالة ومحاربة الظلم، وكذلك نستلهم من هذه الذكرى روح الانتماء للوطن للإنسان، وأهمية بناء الأمم على أساس مبدأ العدالة. كل تعرفون إخواني، بدينا بهذه الحكومة سوية بتحديات كبيرة، تحديات اقتصادية، أمنية، سياسية وصحية. وقبلنا هذا التحدي، وصلنا تقريبا سنتين ونص نعمل على تدليل كل العقبات بظروف معقدة جدا. بلد في مشكلة سياسية حقيقية ما بعد انتخابات، مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل. الحل يحتاج إلى حوار، ويحتاج إلى حكمة وتضحية كما ضحى الإمام الحسين من أجل القيم ومن أجل العدالة ومن أجل الدين. مطلوب من القادة السياسيين كذلك يقدموا التضحية من أجل الوطن ومن أجل العراق وأبنائنا. هذه التحديات بدأت تنعكس على أداء الحكومة وأداء كل مؤسسات الدولة العراقية. هذه الحكومة صار لها ما يقارب 28 شهر، تقريبا سنتين ونص. المؤسف له أن خلال هذه السنتين ونص فقط 6 أشهر عنده موازنة. كيف تشتغل الدولة أو الحكومة بغياب الموازنة؟ لم تمر فترة عصيبة كما نمر بها الوقت الحالي. مع كل هذا عملنا على التدليل من كثير من المشاكل، وكانت هناك مشاريع فاشلة تم التخطيط لها منذ سنين طويلة، عملنا على أحياها وحاولنا لها فرص نجاح على بناء وإنجاز المستشفيات المتلكئة، مشاريع تخص الكهرباء ومشاريع خدماتية أخرى. ولكن بدون وجود موازنة ستعطل حياة الناس. إحنا الآن في الشهر الثامن من عام 2022 وموازنة ماكو، والخلل ليس عند الحكومة، الخلل بسبب الوضع السياسي الموجود في البلد. كيف نقوم ببناء مدارس وتبريد الشارع وبناء مشاريع مع غياب توافق سياسي على تشكيل حكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي؟ من المؤسف أنه ناس لا تستحق هذا الظرف، شعبنا لا يستحق هذا الظرف، يستحق ظروف أفضل، أن نضحي من أجل الناس ومن أجل بناء المستقبل. كما ذكرت الخلاف السياسي بكل صراحة أقولها يا إخوان، بدأ ينعكس على الواقع الخدماتي في الدولة العراقية، وعليه يجب أن نبحث عن حل. ولهذا أدعو الجميع إلى الحوار بكل جدية. الحوار هو الحل الوحيد لحل مشاكلنا، ما عندنا غيره. أما اللجوء إلى أساليب التصعيد الإعلامي أو التصعيد عن طريق السوشيال ميديا وإشاعة نوع من الفوضى والإحباط على الناس، هذا سوف لن يساعد في بناء الدولة العراقية الحديثة، التجربة الديمقراطية الحديثة. نحن ديمقراطية فتية ونحتاج أن نتصرف بكل حكمة وبكل عقل. أرجع أقول موضوع الموازنة موضوع خطير جدا. عندنا وفرة مالية جيدة نحتاج نستثمرها في إعادة بناء البنى التحتية، وكذلك تحقيق بعض الأحلام البسيطة للعراقيين، أن يشوفوا بلدهم بلد تحفظ كرامة مواطنيه وتحفظ أمنيات، يشوفون أبنائهم في مدارس جيدة، طرق معقولة ومؤسسات. تأخرنا كثيرا منذ 17 عام، والآن عندنا فرصة. هاي الحكومة الحمد لله وشكر كانت حكومة وسطية،
في مسافة واحدة من الجميع، ركزت على الجانب الفني أكثر من الجانب السياسي. ولهذا أقول بكل صراحة نحن نقف في منتصف الطريق بمسافة واحدة من الجميع، وعلي أتمنى من الآخرين من الكتل السياسية تدعم هالحكومة لإنجاز مهمتها، وعلى الكتل السياسية إيجاد حل للانسداد السياسي. هالحكومة قامت بواجبها، كانت عندنا أزمة اقتصادية حقيقية، وكانت هناك بدايات انهيار اقتصادي، والحمد لله وشكر رغم وجود غياب الموازنة نجحنا بتوفير رواتب موظفي الدولة العراقية، ولم نتأخر يوم واحد باستثناء الشهر العاشر من عام 20. تأخرنا تقريبا أسبوعين بسبب قرار كنا محتاجين بالمال للاقتراض، والحمد لله وشكر لم نتأخر بدفع رواتب. وفرنا الأموال لمشاريع الكهرباء، وفرنا أموال لمشاريع تخص الصحة، وكذلك وفرنا أموال للمشاريع المتركة كما ذكرت قبل قليل. عليه يجب أن نعمل بكل قوة لمساعدة أبنائنا، والناس تنتظر من عندنا الكثير الكثير، ومن حقها تنتظر الناس والطالب الحكومة، ولكن على المواطنين أن يعرفوا أن الحكومة في كل يوم تتأخر في حل للانسداد السياسي. الحكومة يتم تقييدها وظروفها تكون صعبة، وتكون في وضع أن تكون لا تستطيع أن تقوم بجزء من واجباتها. هذا الموضوع حبيت أطرحه أخوان، وأذكر المواطنين وأذكر الكتل السياسية أنه هذه الحكومة عمرها 28 شهر، فقط 6 أشهر أتموازنة، والتأخير مو سبب الحكومة، التأخير أنه البرلمان والكتل السياسية يجب أن تتعامل مع الحكومة وتتعاون في إيجاد حل لموضوع الموازنة. إحنا جاهزين، لكن حكومة تصريف أعمال، تصريف أعمال مقرون بشهر واحد، ومقرون أنه تبقى 9 أشهر ماكو حكومة. لهذا الدستور شخص قال الحكومة تشكل خلال فترة معينة، فمن غير معقول تبقى الحكومة مكبلة. و التوقيتات الدستورية تم تجاوزها، ومطلوب من عندنا نبقى حكومة تصريف أعمال، هذا غير ممكن. هذا مثل واحد يقول تعال ننتحر. مع كل هذا احنا قادمين التحدي وبكل هدوء، تحملنا الظلم، تحملنا الافتراءات، وتحملنا كل الإشاعات اللي حاولت تأخذ من عزيمة السادة الوزراء، من كادر الحكومة، من أجل العراق، من أجل العراقيين، ومن أجل الناس. أقولها بكل صراحة، احنا قبلنا هذه المسؤولية لكي نحقن دماء الناس، جينا بظروف صعبة وقبلنا المسؤولية، وكل مقومات النجاح كانت ما متوفرة. قبلنا المسؤولية والحمد لله والشكر الحكومة نجحت خلال سنة ونص من إنجاز أعمال لم تحقق أي حكومة إلا بدورتين، سنة ونص، والحمد لله والشكر عندنا القدرة نستمر في عمل وخدمة ناسنا وشعبنا، ولكن يجب أن تكون هناك دعم سياسي حقيقي للحكومة، وليس الخلافات السياسية. الأطراف دائما تحول الصراع تجاه الحكومة، الحكومة ما لها علاقة، نحن ليس طرف بالصراع السياسي. أقولها بكل صراحة، عليه يجب أن نستلهم التجارب، نستلهم هذا الشهر محرم الحرام اللي حرم فيه القتال، وهذا الشهر اللي كان هو دعوة دائمة للصلح والحوار، فدعو الجميع للحوار في هذا الشهر. قدمنا مبادرة ولاقت استحسان أغلب الكتل السياسية للحوار، وما زلنا نعمل بكل قوة مع كل الأطراف السياسية لتهيئة الظروف لإيجاد فرصة للحوار. نظامنا الديمقراطي يجب نحافظ عليه، ويجب نصحح إذا كانت هناك مسارات خاطئة، وإذا كانت هناك فقرات بالدستور تستحق التصحيح أو التغيير، يجب أن يكون هناك توافق عليها بين كل أبناء الشعب العراقي. مرة ثانية أتمنى على الجميع أن من الله علينا وعلى الجميع بالصبر وبالحكمة من أجل مستقبل بلدنا، ومن أجل التاريخ، ومن أجل أطفالنا وأحفادنا.
هذا حبيت أخليكم ببعض الأجواء والظروف السياسية اللي مر بها البلد. مرينا بمحنة خلال أسبوعين ثلاثة الماضية، والحمد لله التعاطي بكل هدوء مع الأزمة، نجحنا بأن يكون هناك دماء عراقية تسيل على أراضي عراقية، الحمد لله وشكر. وسوف نستمر بهذا النهج، ويخطر من يعتقد أن الحكومة تعمل على توريط أو توتير الأجواء. خطانين، نحن قلنا من اليوم الأول نحن مستعدين لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة يتفق بها الكتل السياسي جاهزين. أما الحديث أن الحكومة تعمل أو رئيس وزراء يعمل على تعطيل تشكيل أو حل حتى يبقى، من يقبل اللي يبقى بهذه الظروف الصعبة؟ هي القصة مو قصة منصب، القصة قصة نجاح. أما نقبل نكون ناجحين ونقبل التحدي أو بكل تأكيد على الكتل السياسية أن تقوم بدورها بإيجاد حل لهذا الانسداد لكي ننطلق نحو عراق مشرق، عراق في فرصة للأمل. ويجب أن نكون متفائلين، ويجب أن نؤمن أنه لا حل إلا بالحوار. أنا ذكرت يوم أمس وذكرت قبل أسبوع وأكررها الآن وأكررها غدا، ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة فيها صدام بين عراقيين. الدم العراقي غالي، وشعبنا عانى الكثير منذ 70 سنة يعاني، وعليه يجب أن لا نكرس هذه الثقافة، ثقافة أن ندمر أنفسنا بأنفسنا ونعمل على تدمير فرصة تاريخية. أن العراق ممكن يكون اليوم في موقع آخر متقدم، عنده إمكانيات وثروات وعنده وفرة مالية ساعدنا في بناء بلدنا، والحمد لله شكر نجحنا خلال هالسنتين بإعادة ترميم علاقاتنا مع كل دول العالم، وأصبح العراق نقطة للقاء ونقطة للتكامل مع الآخرين من أجل خدمة شعبنا وخدمة شعوب المنطقة. أتمنى لكم كل التوفيق. حبيت أخليكم بهالأجواء، إذا أكو أي ملاحظات إخوان أنا جاهز استماع أو نصائح، ومن ثم نبدأ برنامجنا المعتاد. إن شاء الله الله يمن علينا بالصبر وبالتوفيق وبالحكمة جميعا. شكرا جزيلا.